السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم من برنامجكم كلام أبطال. هدف حلقتنا النهاردة هنتكلم فيه عن موضوع التسادي عند الرجال، وهو موضوع خطير جدا، وموضوع دهون الأرداف، وهنتكلم برضك عن بطولة اكتشاف المواهب. مرحب بالسادة الضيوف. مرحب بحضرتك. مرحب كابتن محمود. مرحب بك. مرحب كابتن نور. مرحب بك. كابتن محمود حورس، عندك كم سنة كابتن محمود؟ 30 سنة. كابتن محمود حورس لاعب كمال الأجسام المدرب الدولي. كابتن محمود بتتمرن قد لك كم سنة؟ أنا دخلت المجال وأنا عمري 12 سنة. 12 سنة، مدرب قد لك كم سنة كابتن محمود؟ بقالي أنا مدرب من عمري 18 سنة. 18 سنة، ما شاء الله يا كابتن محمود. كم بطولة يا كابتن محمود؟ 21 بطولة. 21 بطولة، ممكن تذكرهم لنا؟ لعبت 8 بطولات جمهورية، ولعبت 6 قاهرة، 6 تنشيطية، وكان مشارك في بطولة كاس مصر. ما شاء الله كابتن محمود. كابتن محمود عالم في مجال كمال الأجسام. مرحب كابتن نور أبو العلا. كابتن نور كم سنة يا كابتن؟ 28 سنة. بتتمرن أدلك قد إيه يا كابتن نور؟ سنتين. وشغالة في مجال التدريب أدلك قد إيه؟ سنة. ما شاء الله. إيه اللي حببك يا كابتن نور في مجال أو تدريب اللياقة البدنية؟ عشان أبقى جميلة. تبقى جميلة. كابتن نور مدربة لياقة بدنية، ما شاء الله. الكابتن نور أول ما بدأتي كان جسمك عامل إزاي وشكلك ووزنك؟ كنت مليانة وغير كده خالص، كنت 90 كيلو. 90 كيلو. طب وزنك الوقت كام يا كابتن نور؟ 60 كيلو. نزلت كده كام كيلو يا كابتن نور؟ 30 كيلو. 30 كيلو في فترة قد إيه؟ 3 شهور. 3 شهور بس. إيه بالتمرين. بالتمرين والمجهود. ونظام غذائي طبعا. ونظام غذائي. كابتن محمود حورس منظم بطولة اكتشاف المواهب، البطولة اللي كسرت الدنيا وقلبت موازين لعب كمال الأجسام في مصر، اللي كان مشارك فيها عدد كبير من جميع أنحاء الجمهورية. ممكن كابتن محمود تحكي لنا عن البطولة اللي حضرتك عملتها؟ والله فكرة البطولة جات لي من البطولات اللي احنا لعبناها زمان، ما كانش فيها تنظيم، ما كانش فيها إدارة، كنا شوية بناخدش حقنا، ما كانش فيه حتى مبالغ تحفيزية للعيبة، اتظلمنا كتير، فكنت حابب أطلع بحاجة جديدة تليق بالبطولات وبالناشئين والشباب الصغيرة، حابب أحفزهم. كانت البطولة فيها سبونسر، شركات مكملات، تمام، كان فيها هدايا كبيرة للعيبة، كان فيها مكافآت مادية، والحمد لله عدتها خير يعني البطولة، وإن شاء الله اتحاربت بطولة تانية جاية إن شاء الله. اتحاربت يا كابتن محمود وانت بتعمل البطولة؟ اتحاربت جامد جدا. كنتش جامد؟ جامد جدا. مين اللي وقف معاك يا كابتن محمود في تنظيم البطولة الكبيرة اللي ما شاء الله وانت عامل البطولة دعاية وإعلانات على مستوى أنحاء الجمهورية؟ الكابتن محمود حورس لف مصر محافظة محافظة وجيم وعمل دعاية في جميع أنحاء جيمهات مصر. ليه يا كابتن محمود؟ والله كنت حابب البطولة تشارك فيها كل المحافظات، كل الفئات بتاعت اللعيبة، كانت البطولة كل الفئات وكل الأعمار، كان عندنا لعيبة من 15 سنة، 17، 19، 23، وكان عندنا بطولة أساتذة من 40 ل 60 سنة، وكان عندنا بطولة فيزيك 4 أطوال، وكان عندنا بطولة بودي كلاسيك، يعني البطولة كان فيها كل الفئات، ما كانش فيها أي بند ناقص. الناس اللي وقفوا جنبي في البطولة طبعا رقم واحد عندي كابتن عمرو موسى. حبيبي كابتن محمود، انت ساعدتني كتير بصراحة في البطولة، وقفت جنبي في الدعاية وتعبت معايا كتير قوي، تمام، حتى يوم البطولة انت ما نمتش، كنت واقف كتفك في كتفي. حبيبي ده حاجة، ده شرف كبير وبطولة تكون في المنيوبة عندنا وبالشكل الجميل ده، ده فخر لينا كلنا والمحافظة الجيزة كلها، يعني بطولة شارك فيها لعيبة من جميع أنحاء الجمهورية، ده حاجة جميلة. ممكن يا كابتن محمود لعيبة من اللي شاركت في البطولة اكتشاف المواهب تبقى أبطال عالم؟ بالفعل كان في بطل اسمه محمود راتب بتاع اسكندرية؟ من اسكندرية بالفعل، كان مستر أولمبي، كسب مستر أولمبي رغم اللي هو خسر في البطولة بتاعتي. طب خسر في بطولتك ليه؟ كان عامل موسلز أكبر، عضلات كبيره، كان حجمه كبير عن زمان عن اللعيبه، وكان مميز قوي في وسطيهم، فما كانش
ناشف او ما كانش محضر للبطوله وما كانش ينفع يشارك في بطوله برضك زي دي. لا يعني لا هو البطوله مش كان ما كانش ينفع. ما شاء الله كان حجمها حلو وكان في لاعيبه كبيره موجود فيها ابطال عالم ومدربين دوليين وحكام دوليين، يعني ما شاء الله البطوله كانت قويه جدا. هو بالنسبه لمحمود راتب هو شارك في البطوله بس ما كانش محضر لها، ما كانش محضر لها، ولكن هو سمتري ممتاز وجيني قوي جدا، ربنا يوفقه ان شاء الله. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني، هنعرض لكم فيديو بطولة اكتشاف المواهب. بطولة اكتشاف المواهب بطولة مستحيلية. لو حابب تشترك في البطولة اتصل على الرقم اللي هيظهر على الشاشة دلوقتي. أول كابتن عمرو أحد المشاركين في بطولة اكتشاف المواهب، والنهاردة كانت بطولة الجمهورية، تمام، وحابب يقول رأيه في البطولة. ان شاء الله البطوله حلوه ان شاء الله، وشايف تنظيم وشايف تشجيع وشايف دعايه حلوه، وان شاء الله تكون حاجه جميله ان شاء الله، وحاجه حلوه لاي شاب مبتدئ برضك، فيها مبلغ مالي برضك حلو، يعني 3000 جنيه الاول صح؟ 2000 2000 جنيه حاجه حلوه برضك مش وحشه، وحاجه تشجيعيه يعني اول بطوله يعتبر على مستوى الجيزه عندنا بمعنى اصح، تمام، يعني هتبقى ماسكه المنطقه كلها العياط والجيزه والبدرشين، فتبقى حاجه حلوه ان شاء الله باذن الله تعالى، واي شاب لسه ناشئ هيبدا هيطلع عليها تبقى حاجه جميله ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. بطوله اكتشاف المواهب بطوله مستحيليه. لو حابب تشترك في البطوله اتصل على الرقم اللي هيظهر على الشاشه. ورجعنا لكم تاني في برنامج كلام ابطال. كابتن محمود حورس، الفيديو اللي اتعرض دلوقتي على الشاشه، هو انا حابب اتكلم في حاجه في الفيديو اللي اتعرض على الشاشه. اتفضل. طبعا انا حابب اقول لكل المشاهدين اللي احنا شفناه دلوقتي ده كابتن عمرو موسى، هو كان انشف سيمتري في بطوله الدرجه الثانيه وكان مستواه مكسر الدنيا، وهو حقق مركز اول في بطوله الجمهوريه الدرجه الثانيه. حبيبي يا كابتن محمود، ده شرف عظيم وشهاده اعتز بيها شخصيا. حبيبي يا كابتن. كابتن محمود، يعني هدف البطوله كنت تفيد الناس؟ طبعا. طب كسبت منها مادي ولا دفعت من جيبك؟ بصراحه البطوله اللي فاتت دفعت من جيبي، بس ان شاء الله البطوله اللي جايه احاول اكسب منها ماديا شويه. بس احنا هدفنا نفيد الشباب. طبعا لازم نفيد الشباب وبرضه هنستفاد. وهنستفاد. طب يا كابتن محمود، بمناسبه ان احنا على الهوا دلوقتي، عايزين نعمل بطوله تاني تفيد الشباب وتكون اسمها اكتشاف المواهب. انا هستغل اللي انا معاك في الهوا النهارده، وبقول للناس ان شاء الله بطوله اكتشاف المواهب هتتكرر تاني في اخر جمعه من شهر 2، وهتكسر الدنيا وهتكون اقوى من اللي فاتت، ومش هيبقى فيها الغلطات اللي حصلت في البطوله اللي فاتت، وان شاء الله محدش هيبوظ لنا الدنيا زي البطوله اللي فاتت، لان معانا كابتن عمرو موسى. ان شاء الله باذن الله تعالى بطوله اكتشاف المواهب هتتعمل في شهر 2 القادم ان شاء الله، وتكسر الدنيا ونفيد كل الشباب، وان شاء الله يبقى فيه شركات مكملات ويبقى فيه سبونسر للاعيبه ان شاء الله، وبقدر الامكان نفيد لعيبه كمال الاجسام. كابتن نور، ايه هي دهون الارداف؟ هي دهون بنيه صعبه الحرق، ودي اكتر حاجه بتضايق اي ست. كابتن محمود حورس، ايه هو التسدي عند الرجال المنتشره الايام دي؟ التسدي هو تغير في هرمون في هرمونات الجسم، يعني هرمون التستوستيرون بيقل وهرمون الاستروجين بيعلى، فبيكون الصدر عند الراجل ممتلئ شويه وشكله مش ظريف وبيكون محرج جدا ليه. طب كابتن محمود حورس، ايه هي اسباب التسدي عند الراجل؟ اسباب التسدي في البدايه كان بيبقى التقدم بالسن ومرحله البلوغ والسمنه المفرطه، لكن دلوقتي في مجالنا الاسترويد بيبقى سبب جامد قوي من اسباب التسدي، لان احنا لو خدناه بجرعات غلط بنبوظ الدنيا وبتكون الدنيا شكلها مش اي حد خالص. يا كابتن محمود ياخد استرويد وخلاص؟ لا طبعا مش اي حد ياخد استرويد، يعني في بعض اللعيبه تخش الجيم عايزه تاخد استرويد. والله يا كوتش احنا عايزين نفيد الناس، وحلقتنا النهارده عشان نفيد الناس ان شاء الله. طيب طالما اللاعب هياخد استرويد وهو مصر اللي هو ياخد استرويد، يبقى لازم ياخده بطريقه صحيحه وعلميه. وعلميه. كابتن نور، ايه اسباب دهون الارداف؟ اسباب دهون الارداف هو رقم واحد النظام الغذائي. الاكل السريع كله اسباب تكوينها. الاكل السريع كله زي البيتزا والبرجر وخلافه.
طب يا كابتن نور، طب ايه الاكل الصحي اللي الست تاكله وما يزودش عندها دهون؟ الاكل الصحي ان هي تعمل حاجه اسمها ان بودي. ان بودي ده هيحدد السعرات بتاعتها اللي هي داخله جسمها، السعرات الحراريه. السعرات الحراريه، وده احنا بنقدر نعمله مع التمرين. طب ممكن يا كابتن نور تقول لنا على اكل ست تمشي عليه؟ يعني تبقى اكلها خفيف شبهها كده زي ما ربنا خلقها. ايه؟ زي ما ربنا خلقها يبقى اكلها خفيف. اكلها خفيف يعني صبح مثلا كوبايه زبادي، مثلا كوبايه قهوه، بلاش محشي، بلاش رز كتير، بلاش طبيخ، ممكن مثلا يبقى قطعتين بانيه الا المحشي. لا مش عايزين محشي. 5 معالق رز، والعشاء يبقى ثمره فاكهه. ثمره فاكهه. طب لو كلت ونامت؟ مش مستحب، حتى عشان احلامها هي، عشان ما تحلمش احلام وحشه. كابتن محمود حواس، ايه الاعشاب المفيده الطبيعيه للتسدي، لحرق دهون التسدي؟ الاعشاب الطبيعيه لحرق دهون التسدي، اول عشب عندنا عشب الكركم. عشب الكركم بيخفض مستوى الاستروجين في الجسم وبيعلي مستوى التستوستيرون وبيغير الثدي بشكل طبيعي. وكمان عشب بذور الكتان. بذور الكتان بتساعد كتير قوي في الموضوع ده، لانها بتحفز هرمون التستوستيرون. وكمان عشب الهندباء، ده عشب هندي. عشب الهندباء بيتخلص من السوائل المحبوسه في الجسم والسموم. طب يا كابتن محمود، موضوع التسدي ده انتشر جامد، طب هل بيجي مع زياده السن؟ طب في شباب صغيره الوقت عندها تسدي. الشباب الصغيره اللي عندها تسدي بسبب اسلوبهم في الحياه، يعني بصوره اوضح هنتكلم هم بيعملوا ايه عشان يحصل لهم تسدي. تغيرات الهرمون بتاعت جسمهم، يعني في السن النضوج لسه، يعني هو في مرحله البلوغ بيبدا يتصرف تصرفات مش كويسه. طبعا اتكلم بصوره اوضح، العاده السريه يعني غلط. العاده السريه غلط جدا وبتغير في هرمونات الجسم، بتخفض من مستوى التستوستيرون، بتعلي مستوى الاستروجين، فده بيعمل تسدي. تسدي. طب احنا عايزين دلوقتي يا كابتن محمود يعني اكتر تمرين لعلاج التسدي ايه؟ عايزين حاجه تعالج معانا التسدي، في تمرين يعالجه؟ طبعا في تمرين يعالجه. اول حاجه احنا هنظبط الدايت بتاعنا، هنعمل انبودي عشان نعرف نسب السعرات الحراريه ونسب البروتين والكرب، وهنحط جدول غذائي مميز للحاله. بعد كده هنبدا نتمرن كارديو من 3 لـ4 أيام في الاسبوع، وهناخد تمرين بنج بطريقه تنشيف شويه كاننا بنلعب بطوله. هنجيب عدد ايه؟ هنخش يعني 6 أشكال، كل مجموعه 6 مجاميع. 6 مجاميع، كل مجموعه هتبقى 4 أدوار، والدور هيكون 15 عده ومستهدف منطقه البنج الفلات. طب باوزان ايه يا كابتن محمود؟ يعني نخلينا في وزن وسط نقدر نعد بيه من 12 ل 15 عد. من 12. طب ممكن تقول اسماء التمارين؟ يعني ممكن في البدايه ناخد بار فلات، ناخد تجميع دمبل فلات، ناخد ضغط دمبل فلات، ناخد تجميع على الكيبل، وممكن نختم، يعني ممكن برضو نختم بالضغط. كابتن نور، عايزين يا كابتن نور تمرين للأرداف. تمام، تمرين للأرداف هيبقى كارديو. كارديو 3 لـ4 أيام. طب مدة الكارديو قد إيه؟ يعني هتبقى مثلا نص ساعة كل يوم. نص ساعة كل يوم. وعايزين، طب عايزين يا كابتن نور تمارين الواحدة تعملها في البيت، لو واحدة مثلا ما عندهاش وقت تنزل تتمشى. تتمشى وقت قد إيه؟ يعني ممكن مثلا نص ساعة، لو قدرت اكتر من كده على الصبح تمام. طب كل يوم؟ ماشي كل يوم. تتمشى مره ولا مرتين في اليوم؟ لو قدرت مرتين، مره الصبح ومره بالليل. ماشي، مفيش، خليها مره الصبح. مره الصبح. كابتن محمود حورس، عايزين نظام غذائي لمثلا واحد عنده مثلا دهون، نسبه التلفات في جسمه عاليه، عايزين نظام غذائي هو مثلا ما عندوش وقت ينزل جيم، عايزين نظام غذائي يظبط يومه. يظبط يوم. تمام،
احنا اتفقنا من شويه لاي نظام غذائي لازم نعمل امبادي عشان نعرف نسبه السعرات ونسبه الكرب ونسبه البروتين اللي الحاله محتاجه. طيب خلينا عملنا الامبادي. تعال نشوف مثلا حاله طلعت محتاجه 2000 سعر حراري في اليوم. عشان نفقد الوزن محتاجين نخلي ال 2000 دول 1500 سعر حراري. يعني هنعمل النظام الغذائي ندخل له 1500 سعر حراري بس. مثلا ممكن نحط في الفطار 3 بيضات، بيضة كاملة واتنين بياض بيض. في الغدا ممكن طبق شوربة خضار وجنبيه قطعة بانيه. في العشاء ممكن نحط طبق فروت سلطة، كوباية زبادي، وهنكتر طبعا من شرب الشاي الأخضر والجنزبيل لأن يعني دي من حوارق الدهون الممتازة يعني جدا. يعني الجنزبيل والشاي الأخضر. والشاي الأخضر. طب الجنزبيل يا كابتن محمود يتشرب كم مرة في اليوم والشاي الأخضر؟ وعايزين طريقته. طيب. طريقة استخدامه. أفضل طريقة للجنزبيل نشرب الجنزبيل الفريش المنقوع. مرتين في اليوم. يعني ممكن تبقى مرة واحدة الريق كفاية. الشاي الأخضر ممكن نتناوله بقى من 6 لـ 8 مرات في اليوم. لأن هو برضه من مدررات البول القوية جدا اللي بيخرج السوائل المختزنة في الجسم. كابتن نور. انت شايفه الست بتقدر تتمرن ولا ما بتقدرش؟ لا الست تقدر تعمل كل حاجه هي عايز تعملها. لو هي عايز تعمل اي حاجه هتعملها، هتتمرن وتبقى حد تاني. بتعرفي تلعبي ضغط؟ اه. بيجيبي قد ايه؟ ممكن 30 40. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. كابتن نور بتجيب 30 و40 ضغط ما شاء الله عليكي. يعني انت عملت انجاز، يعني من 90 كيلو ل65 كيلو، ده في حد ذاته انجاز. وعايزه اعمله مع كل اللي هيجوا. انا عندي سعادة اساعد اي ست هتيجي، اي بنت مش شرط الست بس، في جيم كابتن محمود حورس في المنيب، هساعدها وهديها نتيجه في وقت قصير. ربنا يكرمك ما شاء الله، دي حاجه جميله. والكابتن نور يعني ما شاء الله عليها مدربه شاطره وفاهمه. كابتن نور عايزين حاجه تدي باور في التمرين، طاقه. تمام. كوبايه قهوه وثمره موز، وكمان تفضل طول ما هي في التمرين تشرب ميه. تشرب ميه. في حاجه تانية. اتفضل. ما تكشرش في التمرين. ليه ما تكشرش؟ هدفنا قبل الرياضه ان احنا نبقى احلى. عشان هي تحب التمرين وتحب كمان وقتها وهي في الجيم. كابتن محمود حورس، عايزين نعرف البار الخلفي موجود في اللعب ولا ملغي؟ واللاعب المتقدم اللي يلعبه ولا المبتدئ يا كابتن محمود؟ موضوع البار الخلفي، هو البار الخلفي كان موجود في اللعب. كان موجود. ولكن دي في مدرسة العصر الذهبي. العصر القديم. ايوه العصر القديم، بالنسبة لي العصر الذهبي. طيب، في المدرسة الحديثة مفيش بار خلفي. مفيش بار خلفي. لأن البار الخلفي بيسبب إصابات للاعب الضعيف في آخر 3 فقرات في الظهر. طيب، مين يلعبه ومين ما يلعبوش؟ عايزين نعرف مين يلعبه ومين ما يلعبوش. اللي يلعب البار الخلفي مستحب يكون لاعب قديم ويلعبه بوزن معتدل ويكون الأداء بتاعه صحيح. ما يحملش في وزن ويكون حد واقف وراه يساعده. لا لا خالص، ما ينفعش اصلا يحمل في وزن. ما ينفعش. ليه اضغط على الفقرات بتاع الظهر؟ طب البار الامامي في مشكله؟ شويه برضه بيضغط على الفقرات، ولكن بس الاصابات بتاعته اقل بكتير قوي من البار الخلفي. مش زي البار الخلفي. طب يا كابتن محمود، في بعض ناس بتهمل عضله الرجل، تقول لها ايه يا كابتن؟ هقول له اصلا انت ازاي تعيش من غير اساس؟ عضلة الرجل من أهم عضلات الجسم، هتحسسك بثقتك في نفسك جامد جدا، هتكون واقف على أرض صلبة، لازم تلعب رجل. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. دكتور اكتشاف المواهب لو حابب تشترك في البطولة اتصل على الرقم اللي هيظهر على الشاشة دلوقتي. أول مسلم. كابتن عمرو أحد المشاركين في بطولة اكتشاف المواهب، والنهاردة كانت بطولة الجمهورية، تمام، وحابب يقول رأيه في البطولة. إيه رأيك في البطولة؟ إن شاء الله البطولة حلوة إن شاء الله، وشايف تنظيم وشايف تشجيع
وشايف دعاية حلوة، وإن شاء الله تكون حاجة جميلة إن شاء الله، وحاجة حلوة لأي شاب مبتدئ برضك، فيها مبلغ مالي برضك حلو يعني 3000 جنيه الأول صح؟ 2000 2000 جنيه حاجة حلوة برضك مش وحشة، وحاجة تشجيعية يعني أول بطولة يعتبر على مستوى الجيزة عندنا بمعنى أصح. تمام. يعني هتبقى ماسكة المنطقة كلها العياط والجيزة والبدرشين، فتبقى حاجة حلوة إن شاء الله بإذن الله تعالى، وأي شاب لسه ناشئ هيبدأ هيطلع عليها تبقى حاجة جميلة إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. بطولة اكتشاف المواهب بطولة مش عادية. حابب تشترك في البطولة اتصل على الرقم اللي يظهر على الشاشة. ورجعنا لكم تاني من برنامج كلام أبطال. كابتن نور، ممكن تقول سؤال لأي مرأة وأي ست في البيت، عايزينك توجه لهم رسالة. كابتن نور، الست جميلة زي ما ربنا خلقها، تمام؟ تمام. لازم هي تكون حاسة من جواها ان هي جميلة. طب ده هيجي ازاي لما هي اصلا تكون مقتنعة بشكلها بجسمها، لان دي حاجة مهمة جدا عند الست. تقوم تروح جيم، تقوم تحط ميك اب، تقوم ترقص، تقوم تنط الحبل، تعمل اي حاجة تغير الروتين اللي هي عايشة فيه. طب نط الحبل يساعدها على حرق الدهون؟ اه طبعا يساعدها، بدل القعده قدام التلفزيون وبرامج الطبخ. بس ما تكونش حامل. لا طبعا ما تكونش حامل. كابتن محمود حورس، عاوزين نعرف ايه فايده الاكسسوارات في التمرين اللي هو زي الشداد والربه وحزام الظهر والحاجات دي، عايزين نعرف فوائدها، واللعيبه اللي بتهملها ما بتتمرنش بيها. اكسسوارات التمرين، اكسسوارات التمرين، الشداد بيمنع من اصابات الريست، حزام القطنيه بيمنع من اصابات الظهر، رباط الركبه بيمنع اصابات المفاصل الركبه، يعني كل الاكسسوارات مهمه جدا وبتمنع من الاصابات. طب كابتن محمود، عايزين نعرف مين اللعيب اللي يتمرن سكوات رجل ينزل زاويه 90، ومين اللي ينزل نزله كامله، وامتى انزل زاويه 90 وامتى انزل نزله كامله؟ طيب. الزاويه 90 بالنسبه للاعب المبتدئ، وكمان مش بيجيبها 90 قوي، بيجيبها اقل. بيجيبها اقل، بس احنا بنحاول بقدر الامكان نخليه يجيبها زاويه 90. طيب الزاويه الكامله دي لحد بالفعل عنده عضلات رجل وعايز يوصل لمستوى اكبر من الموجود، فبينزل نزله كامله عشان يعمل استرتش للعضله اكتر، تدي له حجم اكبر. يعني في بعض اللعيبه مبتدئه بتحمل وزن فوق طاقتها في التمرين، وخاصه تمرين الرجل، فالواحد مش عارف يعمل معهم ايه. يعني تبص تنصح اللعيب يقول لك ما كله بيتمرن وده بينزل نزله كامله، اقول له ده لعيب مبتدئ، فعايزين برضك نوصل لهم المعلومه بصوره صحيحه. انا ما بشجعش اي حد يشيل اوزان جامده قوي في الرجل غير لما يكون متمكن من نفسه ومن ادائه قوي، لان اصابات الرجل اصابات مش سهله وبتسببك مشكله كبيره جدا في حياتك بعد كده، يعني ممكن تخليك تفقد قوة نصك التحتاني كله وتعيش من فوق بس بادي ومن تحت مفيش. طب ليه؟ يعني عمارة من غير أساس. عمارة من غير أساس. كابتن محمود، اللعب أمانة والمدرب ضمير، ونروح الضمير ضاعت الأمانة. عايزين نعرف معنى الجملة دي، وهنتكلم بصراحة عن الاستيرويد وأضراره ومخاطره. نعرف الاول معنى كلمتنا او الجمله اللي انت قلتها. طيب اللاعب امانه، يعني هو بيخش لك الجيم مش فاهم اي حاجه، وامنه بيبقى في ربنا ثم فيك انك توصل له المستوى اللي هو عايزه، لمستوى فبيثق فيك، فانت لازم تكون قد الثقه دي، ولما يطلب منك شيء لو كنت ما تعرفش قول له ما اعرفش وبلاش نفتي. مش عيب، مش عيب ان الواحد ما يبقاش عارف الحاجه ويقول انا مش عارف. مش عيب. يعني انا حابب اذكر كابتن كده معين في دماغي، هو كابتن شريف ابو الفتوح الحسيني، وده اول حد مرني في حياتي. اول حد علمني يعني ايه دامبل، يعني ايه بار. كان مدرب شاطر جدا، ولكن ما كانش بيفهم في السبلمنت وما كانش بيفهم في الاسترويد، فكنا لما بنيجي نساله على كورسات كان يقول لك انا ما اعرفش، انا بعمل عضلات بالاكل والتمرين، فلو ما بتفهمش في حاجه بلاش تأذي حد. هو ده الصح، ده الكلام الصح. كابتن محمود، فتي اللعيبه
عايز اعرف بقى معنى كلمه فتي اللعيبه. والله اللعيبه بتتكلم في حاجات كتير قوي، زي مثلا موضوع تمرين الرجل بيأثر. لا احنا هنقول لك تمرين الرجل ما بيأثرش، والعقله بتطول. تمام، والعقله بتطول العضله مش بتطول الواحد. وكمان بتطول العضله ازاي يا كابتن محمود؟ يعني عضله المجنس بيحصل لها ستريتش فبتكون العضله دي كبيره، عضله الباي بتعمل لها ستريتش فبتطلع نازل عليهم. اه العضله نفسها حجمها بيطول، عضله المجنس برده حجمها بيطول، بس العقله مش هتطول. لا مش هتطول العظم طبعا، مش هتطول العظم. وكمان فاتي ان المكملات بتعمل عقم، هي اسمها مكملات غذائيه، يعني زيها زي الاكل. المكملات ما بتعملش عقم. مفيش اي اضرار من المكملات الغذائيه يا كابتن محمود؟ والله مفيش اي عقار الانسان بيستخدمه غير لما يكون ليه اعراض جانبيه. الاستخدام الصح بيفيد والاستخدام الغلط بيضر. كابتن محمود، عايزين انواع فيتامينات للاعيبه مبتدئه ولاعيب مثلا ظروفه الماديه ما تسمحش انه يجيب مكملات، عايزين نقول لهم على حاجات بسيطه تكون في المتناول وموجوده في الصيدليات. زي الاوميجا بلس، الاوميجا 3. طب الاوميجا 3 كابتن محمود بيعمل ايه؟ الاوميجا 3 بيعلي هرمون التستوستيرون، بيحفزه بصوره طبيعيه، وبيخفض هرمون الاستروجين، يعني برضه بيعالج التسدي. حلو، يعني اللي عنده تسدي ياخد اوميجا 3. ياخد اوميجا 3. اوميجا 3. وكمان احب اقول للاعب اللي هو ياخد ال كارنتين. بيعمل ايه ال كارنتين؟ ال كارنتين ما بيخليش الدهون تعيش في الجسم، يعني ما لهاش مكان. بيتخلص منها. بيتخلص منها اول باول. وكمان بيدي نشاط وطاقه في الجسم طول اليوم. عايزين برضك نوع فيتامين او حاجه تقوي الاعصاب تكون برضك طبيعيه ومتصيدليه وفي المتناول الجميع. والله انا انصح اي لاعب كمال اجسام ياخد حقنه البيتلوفليكس او البوكوزيم، وده مالتي فيتامين جميل قوي للاعصاب. اه وبيمنع كمان التهابات المفاصل. طب البوكوزيم دي مستورده صح؟ البوكوزيم مستورد، بس اللي يجيبها يحطها في الثلاجه عشان هي بتبقى متخزنه في الثلاجه، لازم تتحفظ في الثلاجه. كابتن محمود حورس، ايه الذاكره العضليه؟ الذاكره العضليه، يعني بص تلاقي لعيب قديم كان بيلعب وعمل عضلات بوم بالبوم، ريح قعد فتره جسمه نزل، رجع شهر تبص تلاقيه ما شاء الله عمل عضلات بسرعه، كل يقول له انت ضربت عملت خدت، حتى هو بالفعل يكون ماشي على برنامج غذائي كويس وما خدش حاجه. عايزين نعرف ايه الذاكره العضليه. الذاكرة العضلية حاجة بيتميز بيها اللاعب القديم، لأن هو عمل عضلات قبل كده، فالعضلة عارفة هي بتعمل إيه، أتمرن بيقدر يتمرن بتكنيك صح أكتر، عارف التغذية بتاعته شكلها إيه، فبيقدر يعمل عضلات بشكل سريع. شكل مخ الإنسان كده، أنت فاكر الذكريات بتاعت الطفولة، هي فاكرة عملت إيه من البداية للنهاية، ودي العضلات. يعني تبص تلاقي مثلا كابتن محمود حورس كان مريح، وتبص تلاقي رجع مثلا شهر ما شاء الله ظبط الدنيا عمل عضلات، فتره قريبه جهز لبطوله طلع على مسرح كسب. هي دي بقى الذاكره العضليه. هي دي الذاكره العضليه. الكابتن محمود حورس، عايزين نتكلم شويه عن البطوله اللي هتتعمل ان شاء الله في شهر 2 القادم. هيبقى فيها جوائز ماديه؟ هيبقى فيها جوائز ماليه، وهيبقى فيها هدايا من موسى للسبلمنت طبعا ان شاء الله. عايزين موسى للسبلمنت الاول هو مكتب كابتن عمرو موسى. حبيبي يا كابتن محمود، عايزين يا كابتن محمود بقدر الامكان البطوله ديت تكون على اوسع نطاق، عايزين نعمل دعايه على مستوى انحاء الجمهوريه ونفيد كل لاعبي كمال الاجسام، سواء مبتدئ سواء متقدم في اللعبه سواء كبير سواء صغير، ونعملها تشارك فيها جميع الاعمار. انت ايه رايك في الكلام ده؟ والله ده هدف البطوله اصلا، هدف البطوله اللي احنا نشارك فيها كل الفئات، كل الفئات تشارك في البطوله، 15 سنه و17 سنه و19 سنه وال23 والكبار والاساتذه. طب والفيزيك والكلاسيك، مش هنسيب حد مش هيلعب البطوله بتاعتنا ان شاء الله. كله يلعب، كله يلعب. اكتشاف المواهب، اكتشاف المواهب بطوله مش عاديه. كابتن محمود، ان شاء الله باذن الله تعالى تكون بطوله ناجحه، وبرضك هيكون في موجود في البطوله لاعبين دوليين وابطال عالم وحكام من الاتحاد المصري لكمال الاجسام. كابتن محمود حورس،
في بعض اللعيبه بتخش الجيم تبقاش عاوزه تمشي، خش اتمرن عايز اقعد ساعه واتنين. عايزك توجهم لهم رساله، يعني كل اللي بيسمعنا وبيتمرن وبيقعد ساعه واتنين في الجيم تقول له ايه؟ والله انا هقول له قبل ما تتحرك من بيتك لازم تكون عارف تمرينتك ومحضرها، لان اصلا المفروض وقت التمرين ما يعديش ال 40 دقيقه. طب امتى يا كابتن محمود وقت التمرين يكون 40 دقيقه عند اللعيب اللي خامل جسمه شكلها ايه؟ يعني عايز اعرف اللي خامل جسمه النحيف وقت تمرينه قد ايه؟ الوقت المعتاد لكل اللعيبه 40 دقيقه. طب لو واحد عنده نسبه الفات عاليه يقعد وقت التمرين قد ايه؟ ده هنشتغل معاه شويه بس برضو هنضغط اكتر في ال 40 دقيقه. في ال 40 دقيقه هيبقى عنده كارديو؟ طبعا لازم نشتغل معاه كارديو على الاقل 3 ايام في الاسبوع. طب الكارديو من ضمن ال 40 دقيقه ولا خارج؟ الكارديو هناخده حوالي مثلا ممكن 20 دقيقه بس. الكابتن مورا لو جات لك لعيبه جديده بتشتغلي معاها ازاي؟ بتحببيها في اللعب ازاي؟ يعني بعض بنات بتخش الجيم بتبقى خايفه رهبه الموضوع. بقعد معاها الاول واشوفها هي حابه تبقى عامله ازاي؟ وحابه تخسس ايه؟ ولو برضو عايز تتخن برضو مفيش مشكله. وهدفها يكون ايه؟ وهدفها يكون ايه؟ وبديها نظام غذائي تيجي معايا في التمرين تبتدي تلعب، هي بتشوف نفسها احلى اجمل، لبسها اللي مش كان بيدخل بقى بيدخل، كل حاجه بقت اجمل، نظره الناس ليها بتكمل. طب يا كابتن نور هل الست ينفع تعمل عضلات؟ الست ينفع تعمل عضلات بس ده مش مستحب. طب لو هتعمل عضلات تعمل عضلات ازاي؟ يعني ده نظام غذائي برضو وتمارين. وتمارين. كابتن محمود حورس، عايزين هدف كل شاب دلوقتي يعمل عضله بطن. احسن وقت مناسب لتمرين عضله البطن امتى؟ ومده التمرين قد ايه؟ افضل وقت مناسب لتمرين البطن واستحسن على معده فاضيه، ويكون التمرين يعني حوالي برضه 40 دقيقه. بنحط يعني اشكال البطن العلويه، بناخد حوالي شكلين، والبطن السفليه شكلين، ولازم ناخدها يوم او يوم لا. وفي ناس فاهمه الموضوع غلط، العضلات البطن مش بتطلع بالعدد، لا عضلات البطن بتتعمل في المطبخ. الكلمة بتاعتي. الكلمة بتاعتك يا كابتن. أنا مقتنع إن عضلات البطن بتتعمل في المطبخ. طب يا كابتن محمود، الأحسن تتلعب قبل التمرين ولا بعد التمرين؟ يستحسن قبل التمرين لأن هي بتاخد مجهود كبير. تاخد مجهود كبير. طب لو اتلعبت الصبح على معدة فاضية؟ أفضل وقت ليها زي ما لسه قايل لك حالا. طب اللعيب برضك عايزين نعرفهم يلعبها كام يوم؟ 3 ايام في الاسبوع بس. طب الحزام يا كابتن محمود اللي بيتلبس على البطن مفيد؟ مفيد. بيعمل ايه يا كابتن محمود؟ هو بيعلي من درجه حراره المثانه. طب حمامات الشمس مفيده للتسادي ودهون الارداف ودهون المعده؟ حمامات الشمس مفيده للتسادي ودهون الارداف ودهون المعده، لان هي بتفتح المثانه وبتخلي المثانه تخرج كميه ميه اكبر وكميه دهون اكبر اثناء التمرين. كابتن محمود الوقت عندنا لعيب مبتدئ اكلته قليله مش بياكل، عايزين برضك نظبط له الدنيا. لعيب مبتدئ اكلته قليله مش بياكل كتير عايزين حاجه من الصيدليه تظبط له الدنيا. تمام، لازم نشتغله الاول بالمالتي فيتامين. بالمالتي فيتامين، وبعد كده هنبدا نديله شويه فواتح شهيه بسيطه كده عشان ياكل. وهنركز له قوي في الكربوهيدرات. طب كابتن محمود حورس ناوي تلعب بطولات الفتره الجايه؟ والله انا ما بفكرش في موضوع البطولات ده خالص، انا كل اللي انا بفكر فيه ان انا اوصل لمستوى في التدريب عالي اكتر من اللي انا وصلت له. اكتر من كده كمان؟ ان شاء الله. انت ما شاء الله عليك. ان شاء الله. بكده تكون انتهت حلقتنا، وإن شاء الله انتظرونا الاثنين القادم في برنامج كلام أبطال.